بعض الأغاني الجزائرية التي تذاع اليوم أرهقت الذائقة، وأيضا فنانو الزمن الجميل. مشكل كبير احنا نعانيه فعلا، انسان اللي درس موسيقى وانسان اللي الفن الحقيقي صعب جدا. اول لازم يكون الفنان دارس موسيقى ويكون يعرف الطبوع وطبقات الصوت تاعو تكون مش محدوده. الظاهره لها ما يفسرها. انا نقول لك وين زاد الطين بالله من العشريه السوداء وزياده على لي زانترميديير هذو اللي راهم عندهم لي زيديتور كيما نقولوا احنا، ومع التكنولوجيا الحديثه هذه يسقموا له صوت وينحوا له النشاز ولكن يبقى مغني تاع استوديو. والكل متورط بشكل او باخر. وباش نوجه المجتمع التوجيه الصحيح لازم نركز على الاشياء المهمه، على الشعر النظيف، على الملحن الحقيقي، على الموسيقي الحقيقي وعلى المغني الحقيقي. لكن لا يجب أن ننسى أن الفن رسالة قبل كل شيء. حسنوا بك في الألفاظ لأنهم كانوا أولاد راهم جايين للمستقبل، عيب يرفضوا يعني كلام يتكلم على المخدرات ولا يتكلم على يعني حاجات مش مليحة. بعد ظاهرة الأغنية الهابطة نعيش عصر الأغنية الهجينة لحنا وشعرا وأداء، وانتجارها المفزع عبر الفضائيات والإذاعات من شأنه أن يجعل الذائقة لا سيما ذائقة الشباب في خطر.